طيب بما اننا عايزين نروح برضو نطمن على منتخبنا الوطني، يا توفيق اخبارك ايه؟ وطمننا على الاخبار واخبار منتخبنا الوطني النهارده ايه؟ مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك ولكل جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. بالامس يعني كالعاده النادي الاهلي يوم من الايام التاريخيه، وان شاء الله كمان زي ما حضرتك قلت اجيال بتسلم اجيال، وباذن الله النادي الاهلي كل ايامه تبقى انتصارات، كلها ايام تاريخيه ان شاء الله رب العالمين يا رب. انا حابب اطمن حضرتك على منتخب مصر اللي خلاص انهى بالفعل استعداداته لمباراه بوركينا فاسو ان شاء الله المقرر ليها العاشره من مساء الغد على استاد القاهره في اطار مباراه الجوله الثالثه من مباراه المجموعه الاولى للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026. كان النهارده كان يوم طويل كابتن اسلام، ابتدى في ظهرا بالمؤتمر الفني او الاجتماع الفني للمباراه، وان شاء الله بكره منتخب مصر يرتدي زيه التقليدي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض والشراب الاسود، وعلى الجانب الاخر منتخب بوركينا فاسو يرتدي اللون الاخضر بالكامل. الساعه 7 كان المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر اللي حضره كابتن حسام حسن المدير الفني للفريق ومحمود تريزيجيه لاعب الفريق. كان ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي طبعا التفاصيل كلها طبعا مع حضرتك، اتكلم عن الروح الجميله اللي موجوده داخل معسكر مصر، معسكر منتخب مصر، ان كل اللاعبين سواسيه، ووجود محمد صلاح طبعا اضفى مزيد من التركيز على المعسكر واجواء اكثر ملاعب بينه وبين زملائه او الجهاز الفني. اتكلم كمان عن اهميه هذه المباراه وانها امام تقريبا المنافس المباشر في المجموعه، خاصه ان مصر في صداره المجموعه بست نقاط، ومن بعدها عن الفريقين اللي هنقابلهم في الجولتين القادمتين سواء بوركينا فاسو او غينيا بيساو برصيد 4 نقاط. من بعدها على طول الفريق ابتدى مرانه الاخير هنا على استاد القاهره. بطبع كابتن اسلام حضرتك عارف ان الفريق ابتدى معسكره منذ يوم 28 مايو الماضي ومستمر حتى اليوم بشكل يومي تدريباته هنا في استاد القاهره. كان التدريب بس حضرنا اول ربع ساعه فيه لاقتصر على بعض التدريبات البدنيه، ومن بعدها كابتن حسام قفل التمرين بشكل كامل للتركيز على كل الجمل الفنيه والخططيه اللي يعني ان شاء الله ينفذها بكره، وان شاء الله يكون موفق في اختيار الاستراتيجيه المناسبه والتشكيل المناسب، وكمان اللاعبين باذن الله يكونوا موفقين داخل المستطيل الاخضر، وباذن الله اضافه 3 نقاط جديده مهمه جدا في مشوار الفريق نحو التاهل وحلم كاس العالم 2026. على طول يا كابتن اسلام فور انتهاء مران منتخب مصر، يمكن كان في طبعا طاقم الحكام بيتمرن على استاد القاهره باذن الله نتمنى لهم التوفيق هم كمان. وبعد كده كان المؤتمر الصحفي لمنتخب بوركينا فاسو، طبعا كان موجود المدير الفني براما تراوري، وموجود كمان احد لاعبي منتخب بوركينا فاسو سعيد اوسومبوري، طبعا اللاعب المحترف في الدوري المصري يمكن مع اكثر من فريق وحاليا في فريق البنك الاهلي. طبعا المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو اتكلم عن قيمه منتخب مصر وانه واحد من اعظم المنتخبات داخل القاره، اتكلم طبعا عن كمان عن الجمهور المصري اللي عارف انه هيبقى موجود بعدد كبير جدا، يمكن اشاد بجمهور مصر يا كابتن اسلام من خلال قال انا اتفرجت على نهائي سواء الكونفدراليه او نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والترجي، وعارف ان بكره هيبقى فيه جمهور كبير، ولكن طبعا احنا مذاكرين الفريق بشكل كويس. ويمكن طبعا الصحفيين كلهم اتكلموا معايا سواء هو او سعيد اونسومبري كابتن عن ان في كذا لاعب في فريق بوركينا فاسو محترفين بالفعل في يعني الدوري المصري سواء سعيد اونسومبري او كمان بلاتي تراوري لاعب فريق بيراميدز، وكمان كان في الجهاز الفني احد اعضاء الجهاز الفني يعني محمد كوفي، فقال ان طبعا اتكلموا معايا في كل التفاصيل الفنيه، ولكن طبعا دي اسرار مش هنتكلم فيها وهتشوفوا الاداء داخل الملعب بكره. الفريق اتكلمت معاه كمان عن استعداده كابتن اسلام للمباراه، قال ان احنا كنا في معسكر مغلق في المغرب من يوم 28 مايو، الفريق وصل بالامس هنا الى القاهره، اتدرب تدريب وحيد بس اللي هو النهارده كان على ملعب استاد القاهره اللي هيحتضن المباراه غدا. طبعا اتكلم قال احنا عارفين زي ما قلت لحضرتك قيمه منتخب مصر، وهنحاول نلعب على فرصنا، وان احنا عارفين ان احنا بنقابل متصدر المجموعه وعاملين حسابنا كتير للماتش دوت. طبعا الاستعداد اكثر من رائع هنا داخل استاد القاهره كابتن اسلام، ان شاء الله نتفرج بكره على مباراه كبيره يكون فيها التوفيق مع منتخب مصر، و3 نقاط زي ما قلت لحضرتك غاليه جدا في مشوار التاهل باذن الله لكاس العالم 2026. هل هناك اي ملامح للتشكيل اللي قد يبدا به كابتن حسام بكره؟ يمكن الناس سالت كابتن حسام بالفعل كابتن اسلام في المؤتمر الصحفي خاصه في جزئيه حراسه المرمى، قال كل اللاعبين جاهزين، وخاصه طبعا على الشناوي ومصطفى شوبير قال كل اللاعبين جاهزين، ودي حاجه ايجابيه للفريق، ولكن بكره هتشوفوا في المباراه التدريب. يمكن طبعا زي ما قلت لحضرتك كان في اغلاق تام للتدريبات سواء التدريبات الاخيره او كمان التدريب النهارده، ولكن يعني زي ما قلت لحضرتك نتمنى ان كابتن حسام يختار التشكيل الامثل الاستراتيجيه الامثل، وان شاء الله يكون موفق فيها، وكمان اللاعبين يكونوا موفقين، واي 11 راجل يرتدي تيشيرت منتخب مصر يكونوا موفقين باذن الله رب العالمين. اعتقد استعدادات على قدم وساق لكل المسؤولين في استاد القاهره برئاسه يعني دكتور وليد عبد الوهاب، كل الاستعدادات وكل الامور واضحه، ودخول وخروج الجماهير ان شاء الله، ان شاء الله تكون مباراه تليق ان شاء الله باسم مصر، ويستطيع منتخبنا الوطني ان يفوز في هذه المباراه ان شاء الله. اللي انا عارفه ان كل التذاكر سولد اوت، يعني تم بيعها كلها،
فعشان كده بكره اعتقد ان احنا هنلاقي 60 70 الف متفرج موجودين في استاد القاهره يا محمد. بالفعل كابتن اسلام يمكن التذاكر نفس ده من زمان جدا ما شفناش ان يعني كان في فتره كده جه كان المدرجات بتبقى خاويه شويه في مباراه المنتخب، ولكن اعتقد يعني في تركيز تام خاصه من الجماهير زي ما حضرتك قلت طبعا، واشدت بهيئه استاد القاهره هنا. يمكن منظر استاد القاهره الرائع اللي ظهر في نهائي دوري ابطال افريقيا اعتقد هنشوفه تاني بكره. الجمهور المصري الرائع باذن الله يكون موجود وعند الميعاد كعهدنا بيه دايما. اعتقد كمان تسهيلات امنيه ما بين الشركات الوطنيه سواء وزاره الداخليه او شركه تذكرتي والشركه الافريقيه، كلها شركات وطنيه بتعمل على خدمه الجمهور المصري. واعتقد بكره باذن الله جمهور مصر يضرب أمر يعني احسن مثال في التشجيع المثالي، وباذن الله كلنا نحتفل بعد المباراه بثلاث نقاط غاليه جدا، ومن بعدها ان شاء الله كمان مباراه غينيا بيساو. واعتقد هنكون قربنا بنسبه كبيره جدا كابتن اسلام من حلم التاهل لكاس العالم باذن الله رب العالمين. اجواء رائعه، الجمهور اكيد هيغلفها ويكون الرقم اللاعب رقم واحد كالعاده، وباذن الله نحتفل بكره بعد انتهاء المباراه وثلاث نقاط جديده والوصول للنقطه التاسعه باذن الله رب العالمين. زميلنا محمد توفيق منفذ قناة النادي الأهلي من استاد القاهرة، وزي ما حضراتكم شايفين أنا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات الخاصة بمنتخبنا الوطني. شكرا.